عمرونا الكنسة الماكسيموم، الكنسة اللي راهم فارغين عمرهم يرحم والديكم. ما قلت لك شهزوا، قلت لك حطوا وقعد عليه. السيد معالي وزير الثقافة عز الدين يهودي، السادة الضيوف الأعزاء، الكاتبات والكتاب، الأسرة الإعلامية، الحضور الكريم، مرحبا بكم، مرحبا للسول، بيانفيني. اسمحوا لي أن أتقدم من جزيل الشكر إلى معالي وزير الثقافة على تشريفه لنا في هذه التظاهرة الهامة التي نحيي فيها ذكرى الأدبية الأديبة الراحلة يمينة مشاكا، ونشكره أيضا على الثقة التي منحنا إياها من أجل رفع راية الثقافة الحذائية. وشكر موصول للسيدة الفاضلة دليلة نجم التي أنوب عنها بعد إذنكم في قراءة هذا النص. إن هذا الحدث الثقافي الأدبي الهام المعرض بسيرة الأنثى والمتوج بتاء التأنيث يرمي إلى إعلاء الصوت المسؤولي ونزع غلالات الخطر والتهميش عنه. إن حضورنا اليوم لتقديم هذه الجائزة الأدبية يأتي نتيجة للأيام الأدبية التي نظمناها في الفاتح والثاني سبتمبر 2018 في المكتبة الوطنية، وحضر فيها كاتبات وناشرات وعاملات في مجال صناعة الكتاب. تناقشنا وتبادلنا التجارب وطرحنا رؤاهن في المجال الأدبي. إنما يميز هذا الحدث الوطني الذي يجمعنا اليوم هو تكريسه لإبداعات مؤلفات في اللغات الثلاث، العربية والأمازيغية والفرنسية، إضافة إلى أن أعضاء لجنة التحكيم فيه تتألف من أسماء بارزة على الساحة الأدبية والأكاديمية. إلا أن الميزة الكبرى لهذا الحدث تتمثل في أن مشاركة الكاتبات لا تقتصر على من يقطن في التراب الوطني، بل طالت أخريات يعيشن في مناطق أخرى من العالم. طموحنا لهذه الجائزة التي أخذتها بعنوان رسمي هو أن لا تبقى حدثاً عابراً لا يتكرر، ونضرب لكم موعداً في طبعة أخرى تليها طبعات. وأخيراً لا يسعنا إلا أن نتوجه بأصدق عبارات التشجيع لكل المشاركات، من فات منهن ومن صدقنا طعم الفوز في المستقبل. نشكركم جميعاً ونرحب بكل مقترحاتكم التي ترمي إلى تحسين الجانب التنظيمي لهذا الحدث. طال مساءكم وأوقات طيبة نرجوها لكم. شكراً.